بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي قناة أزنغان 24، مرحبا بكم في فيديو نهانيدا الإخوان. يقرب رمضان، هيدي السيطاب سرخة إن شاء الله. نهانيدا الإخوان تواجد غذي المركب دي نديت النظا أزنغ الإخوان نهار بشي قال أثمينة الأنواع يجان انتيني. كذلك الإخوان أضغم نقج ندورة أصحاب الشبكية أتنكسير المعلومات الزيسن نهار جو زار رواج بمشي قال النظا قيمتها كذنر وتتشاغ أتقيم لايك الأبوني لفيديويا باش تدعم من القناه. قيمتها كيما الاخوان الدعلوغه المحل جزء قليل المحل معروف هنايا بالوجدي. الوجدي سولوا عليك هنا بالوجدي. الوجدي هنا يسولوا عندي. مرحبا بهم. النمره المحل 40 41. واه مرحبا. والله يا ودي خويا. خويا شديتي ديك التمر شحال؟ اش من النوع هذاك وشحال الثمن؟ هذه تمور جزائريه النوع ديال العرجون، الثمن ديالها كدير 50 درهم للكيلو. 50 درهم للكيلو. دابا بغيت نسولك، قبل كانت التمور كتجي من بديده، دابا هادو منين كيجيو؟ هذه التمور دابا كنطلقين عليها في السوشيال ميديا باللي راها مسمومه فيها كذا، هذا هو الموضوع اللي كيدور عليها. هذه التمور جزائريه مشات حتى لاسبانيا، ومن اسبانيا كتجي حتى للمغرب. دونك كيشوفها الطبيب ديال اسبانيا وكيدخل هنا لمرسى كيشوفها الطبيب ديال المغرب. السياسه بوحدها والتمور بوحدها. دابا حنا ملي كنقولوا المقاطعه التمور الجزائريه شكون كيضيعوا؟ هما راهم كيضيعوا هذاك اللي عنده التمور هنا مغربي اللي شراها مغربي، ماشي كيضيعوا الفلاح ولا الحكومه الجزائريه كما نقول. ها المغربي لما تبعش هذه دابا التمور الجزائريه شكون غادي يضيع؟ ضيع خوك المغربي ماشي الجزائريين اللي غتضيعهم. هذه هي النقطه اللي بغيت نقول لها. اللهم بارك. الله يودي خويا. التمور كي لقيتي انت شخصيا الكاليتي ديالها؟ شوف الكاليتي ديال التمور كتهضر على راسها، الناس عارفين هي بايعه راسها كما نقولوا، هي ما محتاجش عاد نديروا لها الاشهار ولا الببليسيتي ولا شي حاجه. التمور هذه معروفه لونسيان، يعني كتمشي تجيب راسها كما نقولوا. والاقبال ديال هذه الناس خصوصا مع اقتراب رمضان كيفاش؟ حاليا دابا كنا كنبيعوا التمور الجزائريه والتمور التونسيه. هاد العام هادو نقصوا حيدوا لها العشور. التمور الجزائريه ما كتعشرش في الديوان، يعني داكشي يعني باش تقام الثمن مزيان. اون فوا تقام الثمن مزيان دابا هي وتونس دايره ثمن واحد سيرتو في الباكي ديال 2 كيلو. حاليا التمور ديال التونسيه بحال انا ما عنديش في المحل، كنبيع غير الجزائريه ولا المجهول بحال هكا تمور اردن. هذيك هذيك فيها تمور الناظور. هذيك تمور الناظور ماشي الناظور، هذيك تمور الناطور. زيدها غير نقطه. الله يرحم الوالدين. مجهول كنشجعوا دابا هذا العام كنشجعوا هذه ديال الاردن. هذه ديال الاردن. الله يرحم الوالدين. شحال فيها هذه من كيلو؟ هذه فيها 5 كيلو. 5 كيلو تبارك الله. هذه الثمن ديالها فين وصل؟ هذه 5 كيلو كدير 400، ما بين 450 430 420، يعني على حساب الثمن ديالها باين. ولكن الكاليتي ديالها مخيره. الكاليتي ديالها مزيانه احسن من ديال اسرائيل. كاينه دابا تمور 5 كيلو مجهول بحال هكا، هذيك اللي ما خصناش نشجعوها، هذيك هي اللي نديروا لها المقاطعه. كدير تقريبا دايره 900 درهم 1000 درهم من 5 كيلو. هذيك تمور اسرائيليه، هذيك اللي ما خصناش نشجعوا ديال العرب بعدا. حنا عارفين شنو كنبيعوا شنو كنشجعوا شنو كنديروا المقاطعه. الله يودي. هذيك هي هذيك هي هذيك هي صورها تما هذيك ديال العبار. هذه هي ديال العبار ديال الاردن. الله يودي. اللهم بارك. الله يودي. بغيت نسولك حاجه اخرى، الاثمنه مقارنه مع العوام اللي فاتوا ملي كانوا كيجيو بنيدرب دابا كتجي مع 10، واش تزاد؟ ضروري كاين لا ديفير، كاين فرق كبير. هذيك ما تهضرش عليه حيت زايد بزاف كاع تقريبا. بالنسبه اللي كنا هذه تقريبا هذه كنا كنبيعوا هذيك الوقت 40 درهم 35 درهم. دابا 50 درهم. هذه 50 درهم هذا العام نطيح طاح العشور. اما حاليا واه راه غير يلاه هذه واحد 3 شهور كانت كدير 80 درهم 90 درهم للكيلو هذه باش تعرف. اللهم بارك. الله يودي خويا. وشكرا على ما. مرحبا سيدي ورمضان مبارك. وروع مبروك. الشاب اذا نيتا هذه هو المركبه قد نيتا صوت المركب ذنيتا اقوم ان بذا السنيتا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الحمد لله بارك الله فيك. الحمد لله. الحمد لله. خوك رمضان يقرب. واه نستقصر الاقبال الاولاد التمور التمور يجان قبل التوين كنتو غتزدي درا واه لا قبل لا واه في عاود شوي التفاصيل ثيني موجود رخا موجود خوت تسكت في اسبانيا تزد مع الشرك كلشي خوت تزد مع الشرك يعني ذاتني المغرب ذاتني الجزائر تونس فزت وغادي سي ماركة ليبيا العراق السعوديه يعني الخام موجود يعني نتمنى شويه الماركة ميزدوسين قارثة الجزائر تزد الجزائر اقصى ماركة هي تاي تقنص العرجون العرجون يسقان الجزائر عاود ثاني ايوا الثمن سنتين ما يتقن تا 5000 سنتين 5000 5500 اقصى في كياع عارف من السعوديه السكري يسقان سنتين 40 درهم للعراق بين ماركة نوني بين اقشمو عاود ثاني 2 كيلو تزدا مودي كفه اقشمو 2 كيلو عاود ثاني الصباح ثاني موجود فهمتي اللهم بارك الصباح بين قشطه زدعوا ثاني 5 كيلو 5 كيلو عاود مو شنو فين ديال 5 كيلو 20000 20000 فيه 2 كيلو شحال 2 كيلو 8000 الجزائر وقت الجيري وقت فايس فهمتي يعني الرقم موجود يعني موجود نتمنى عاد ديري الثمن السبع هذه الكليان شحال الصباح
خليني قبري كورونا غير خو حاليا مالي نشان نرفق ذي التامن ما كيف كيف دين شوين نفرقوه تو غادي الاثمنه على حساب خوتو غتكد بني درار تو غتز شوين ثاقص والعدو يعب عارف 3500 خو على حساب رومي تسمع الشرا يعني شوي راه عشان ني ثاني شوي ضروري عندي هو وتجيبون الشين يعني الشين داي زيد نفرقع مثلا دي كيلو 50 درهم الفرانك من اللي غتفضل الفرقوه بوركي وران الشين بوركي قنا خرج الثمن زوج الشين الثمن فهم الدينيج البركه تم مزيان يعني قبر باش ني قبر كورونا در خودين شوي الفرق نتمنى غادي يري عادي جن طوالي تيري شوي السرعات غادي يري شوي نهار الرواج تيري ولكن نهار الرواج ينقص ينقص شوي نهار الرواج المركب جا خصوصا تقال الحوايج الحمد لله البركة يعني وذا انت حنت سنت نتمنى عاد يري اقبالي الصباح عاد ان شاء الله ما رياض من عاد فرونتيرا فرونتيرا ان شاء الله تيري تازمريت ان شاء الله يري عاوتاني جن اقبالي يري وذا انت حنت سنت ان شاء الله وذا مباراة الفند بوركي الخو الاغلبية وذا انا غادي تسند تنسحب النظار يعني تسند تنظنوا فهم ذاك يعني الزيتون نفس الشيء زيتون 8300 1530 درو يعني دوشي زيتون نقشوني تبوا يعني وانيتي انت وريت مارا واه ني دابا بديش وانت انت وريت مارا لا كلشي موجود قراز تبارك الله جميع كلشي موجود الحمد لله يتسدي هو المول كي بغات تسد اقد داخل بوست مرحبا بكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله ملي عشي حذار بومي بارك الله فيك نعم امينو نتيني المكسرات الى غير ذلك نعم ما استغاثه هما كمال الاثمنه نتيني الانواع يجن دي السوق وبالنسبة لأنواع قرية الجزائر كان الجزائر الأخير هو لا العيار الصندوق قرية الجزائر عاوز كاخة 2 كيلو ديس 5 كيلو واخا إذا ما أخذيني الثمن الجزائر أخشى موت جا 5000 ذي سيني كاخة مثلا تنقمن 7000 كيلو حشت المليح 7000 كيلو واه تكاخة ديس 5 كيلو حتى انت تنقمن 7000 عشينا في 5 كيلو ذا يسمى قل ما قل الموجود قل الجزائر ولكن ثكاليتي المليح وكاليتي المليح الخو خصك تستفني ذراع بالله ماني ستفيني تزم 10 تزم 10 تكدال بي ذا تكدبني نصار امين بارك الله فيك الصباح مجهول مثلا المجهول اقشان غامو المغرب مجهول ذا مغربي واه يقات من 1500 كيلو اقشلي سوى الاردن يقع 10000 كيلو من الفرق جاو ديال الاردن دنيا ايوا يجي الفرق مزيان واجي واش الفرق مقرن ولكن سنين سبحان حاجه سبحان امين اقشلي سكري وذات لولو من الامارات ذات العراق هنا الثمن سنت يقى 3300 3300 درهم بالنسبه للاثمنه قلت لك الاثمنه باللي تسبحان انت وين بميمي كاليتي المليح كاليتي تسبحان كاليتي تسبحان مقارنه عني عدونا لاق بالكورونا الاثمنه ما مشدين شما مش عقل لا قبري كورونا تغادي غرا تو غنخذ 5 كيلو تو تقاوينا 25000 مجدي قانت وهذه يمكن ربما 10 واحد خدات مش النسبه مقارنه يمكن هو ناس ندير 10 وهذه دار عندنا باش تيري تويد الثمن سبعه هذا الفرق اللي كاين غير ماني نخرج شحال الفرق لا وي مانيش بالنسبه لا وي مانيش السكري واحد السكري واحد سياني 50 درهم سكري الامارات يعني مزال الباقي الاثمنه تسبحانين بالعكس الجزائر فيه واد الجزائر من نشخك سنه 10 من نش سوى سلعه ديال 10 المكسرات عاود الاثمنه كم كيف غنغزبي يعني نزيد شويه الجوز الجوز يجي نسبه مزيان الزبيب يعني شويه ولكن الباقي الثمن دوني انت امين شكرا لك اخويا عليك قرب البركه شكرا اواش لكم مبروكه شكرا مرحبا بكم جداني تاع المحل الشبكيه غادي ندير النوضه قد وجد حاليا ديال الشارع المنزه شارع عقيته غير غا شارع الجيش الملكي ذاني تاع قنضه غا المنزه نسوا شويه الشبكيه نمشي كاع الحار نسداني تاع اقوم المحله قمت كي غادي نفرع داخل غنكتشف الانواع الشبكيه غادي نمشي نخدم انت ذي الاوينيه الاخيره اذا الاستاذ هنا عندكم الورقه ياك الورقه هذه الورقه ديال البسطيله ديال البسطيله مزيان شحال باش كدير الكيلو كدير 30 درهم الكيلو اخويا 30 درهم الكيلو زاد شويه ياك زاد شويه مع الزيت غاليه الزيت غاليه ياك استاذ غاليه اخويا اللهم بارك الانواع ديال الشبكيه نقول لك هذه قريوش قريوش هذه شحال هذه قريوش 30 درهم دايره الكيلو 30 درهم الكيلو قريوش ثمن واحد عافاك وهذه شنو سميتها هذه هذا بابيو اخويا بابيو شحال بابيو بحال نفس الثمن نفس الثمن 30 درهم 30 درهم هذه الحمراء هذه الحمراء غاليه شحال الحمراء دايره 40 درهم 40 درهم هذه غاليه على الاخرين ياك غاليه هكاك شحال هذه عاود البنان هذا البنان انا اللي كنعرفه هذا معروف هذا نفس الديكور هذا بحال قريوش
40 درهم 40 لا 30 درهم 30 درهم البنان اللهم بارك. هادو هما الانواع اللي كاينين هنايا. كاين تحت عاود شنو كاين هنايا؟ شنو هادي البريوات؟ هادي البريوات كاوكاو. شحال البريوات كاوكاو؟ 60 درهم 60 درهم. كاين المقرو ديال التمر. المقرو ديال التمر هذا 60 درهم عافاك. كاين البشنيخه ديال البشنيخه هادي اقوم ثقانس البشنيخه. شحال قال البشنيخه؟ 60 درهم 60 درهم ها هي 60 درهم تاهي البشنيخه. هادي الشبكيه ديال اللوز هادي شحال ديال هادي؟ 60 درهم. فين هي وسلو؟ هو سلو. اقوم سلو غير حرام لاني ميت عجب سلو. شحال داير سلو؟ 70 درهم. 70 درهم اقوم 7000 فرنك 7 يورو هي يسلو. اذا انت هاد الانواع نقيم غادا اخر انا حنزه بمشي تقن خدم انت غادا اخر قيمتها كاين غير الاخوان كسان شويه لايك. اقوم الاخوان قن غادا اخر ماني خدمن شبكيه اقوم مشيت وريهم داقي برنوم ها جميع الانواع اللي تغادو من الشنخعات الاثمنه سنسكو الشيء قوم ست سكوخت ثقانس البنان قوم ثقانس البنان اللهم بارك قوم قيت عمار زعما بنادم هذيك مخلط ياك قوم يتخلط بنادم كيلو نسي تخلط زي جميع الانواع اللهم بارك خصك تسقسي خل الاثمنه رخو كنو يخدم مسجد غالبا ياك واه زدتي غرا ياك رخو الاثمنه الشبكيه ما قيم ديال الاثمنه ما يعني قيم ديال الاثمنه قيم ديال الاثمنه انت واخا يعني شبكي واخا شبكي 30 درهم 30 درهم شبكيه اذا مشت السرامه قاهم منهم قال الاثمنه قيمتي ني ورد درنتها جميع انواع الشبكيه ثابت تسقاني ثاني تا قريوش 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 قاهم قخاس الزنجله قاهم مشتوري مكبر نوم تبارك الله لاني تقي تزوق قيت تزوق انا عدو غزات انزائيني تتصنع سوا شتير انا عدو ذا بسم الله خويا انت انت الموهبه ديالك شنو هي؟ الموهبه ديالي جرار جرار ياك اللهم بارك كوري جيم ديسي فيها بيض الموهبه اللهم بارك ها اجي شباكيه هذيك ردوك ها انت ها قمت تفرض الشباكيه عاود لها عاود لها ها ها تقلبها تقلب لايكها هاي الشباكية اللهم بارك وديك وديك الماكينة شنو الدور ديالها هذيك؟ هذيك كترقق العجينة شوية كترققها كترققها باش ما كترش عليها شوية اللهم بارك إذا قوم حنت جاي قيد لك ثاني ثاني تبارك الله الأشغال على قدم وساق السجاد ما ديت ياك اللهم بارك هذا أقوم ثاني تقد تفرض الساسي ثمت العسل ياك هذا اللهم بارك قوم العسل صفر انت تقد ثانيته اللهم بارك قوم صوت ثانيته من بعد كتمشي للزنجله ياك كدير عليها زنجله كدير نستفاك نطلع الطبشير من بعد كدير عليها زنجله هكا كانهم تستفقت تقطي الطبسيه ومن بعد تكراس الزنجله ومن بعد قوم يحرم التسن ثانيته قوم يشتري قيرنوم قد في السنتر تقدر تدي السينيات هذا غير تسد كفار هنيك ها قوم الاخوان باش توارم ايوا غادي نقعد تفق دمو ها قوم باش تفق اذا زواد الصناعه الشباكيه غايت ما في مغداني ثاني اخو تبارك الله قاسم جدني رمضان هذه السيد فابي على خا وعواشركم بروكه